الحجلي اللي ديالها ها هي الزيف ديالها. احنا جايين ها المقلي، تقول يعقل على هذا المقلي، ها المقلي تبارك الله، تقول المقلي صابت الصور ورينا كبيره. اجل مرحبا بكم اخويا. ليش هاد الشيء؟ هالفيزا ديالك هاي أو هالباسبور هالباج باش الله يحفظ لك ما نبغى تما تجلي ولا شيء هاد توطري لا هالباج ديالك هاو هذا غتعلق تما ياك؟ وهذا الباسبور ديالك هاو الباسبور هذا غديري إن شاء الله هاو الباسبور ديالك وهالفيزا هالفيزا ديالك غتمشي نهار الأربعاء إن شاء الله الصباح تكونوا في المطار مع السبعة الصباح الجنابة ديالك هاي ها الجنابة ديالك ها الخمار ديالك وشي الزيف ديالها هو هذا إن شاء الله. الباسبور ديالك احنا جينا لك الباسبور ها الفيزا ديالك ها الباج غنعلقوا لك الباج يلا زيري ها الباج باش تمشي للعمره ان شاء الله راه غاده مفاجاه ديال هذه العمره مفاجاه والثاني ذات ايام النساء ديال عين الحر ديال دوار الحجر عين الحر والثاني هذه فين غديروا وريقات ان شاء الله فين غتجمعي ان شاء الله الله يحفظك ودعي معنا الله يسهل السلام عليكم راه خياطيه من دوار الحجر. كنشكر هاد الناس اللي جابوا لي هذا الشيء وكنشكر اللي غاديين بيا وانا عمرني ما حلمت بهذا الشيء. ودابا جاتني هذه بحال مفاجاه. وكنشكر نهضة الزناسه وكنشكر اللي عاود تعاون معايا ونشكر كل شيء جيراني وحباب وكل شيء كنشكرهم. كنشكر كل شيء الناس. كنشكرو حتى هوايا وكنشكركم هو ما نمشيش انا ما كنتش ناوي غنمشي كاع ما عديت باش نمشي كنشكر الحب انا كنحلم بيه ولي ما عديت باش نمشي كنشكر كل عبرك السالي لحقا اللي عندك ديالي ما كتحضري مع الجمعيه وفي الاكتيفيتي وفي الانشطه ديالها هذا الباك ديالك ان شاء الله غادي تمشي به هذه الله يخليكم شكرا هذه الفيزا راه ولات بوحدها الفيزا ما بقاش مع الباسبور بوحدها هذه الفيزا والباسبور ديالك وهذه غديري ان شاء الله ديري فيه الباكاج ديالك هذا داك الشيء ديال فيسات ياك والله يديك على خير ودعي معانا ان شاء الله ودي معاك حديد داز حديد دابا غاديش غادي حديد داز غادا بوحده تبارك الله عليك وتستاهلي تستاهلي 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 هذه الجلابه هذه الجلابه ديالك ها هي جلابيه صوبها لك الجمعيه النساء ديال الجمعيه صوبوا هذيك صوبا صوبوا لك هذا خليها 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 تبارك الله شوف الجلابه ها هي الناس صافي مشي صافي كلشي بخير لاباس الحمد لله ربي يخليك اليوم جاتك عمره هي ديما عطات العمره دوينين عليها في الحقيقه هذه العمره هذه كانت مفاجاه بالنسبه ليا وداروا لي على غفله كنشكر لا بالعكس عمره طاحت لي في بالي ان شي نهار تجيني عمره حقيقة اش غادي نقول لك اللي يزيد ابو صابون زعما قليل الناس بحال هاد الجمعيه انه كيحس بالناس ويعطيهم يهدي ليهم بحال هاد العمره هادي اليوم بالنسبه لي انه عيد اليوم لان كنحس بواحد الاحساس غريب بزاف الله
كما كتشوفوا هذا هو الدواء ديالكم صافي الدواء ديالكم شي جميع الادويه هي مجموعه هما فاهمينهم اللي جاتو في الصحه اللي مشعل ما توقفوا المشروع كتسوا على صافي هو الدواء ديالكم والسلعه كما شفتوها هي غتقسموها كامل غتبارطاجيها على زيت العود والزيت والسبارة كلشي ديروها خلطوا شويه اجا سعيده عندي ان شاء الله يزيد ابو صابو رئيس جمعيه نهضه زلاته للتنميه والتضامن باقليم المحمديه زلاته. اليوم كنتواجدوا بمطار محمد الخامس ودعنا المعتمرات اللي استافدوا من الرحله الى الديار المقدسه واداء مناسك العمره ان شاء الله. هذه الدور الخامسه اللي كتنظمها جمعيه نهضه زلاته للتنميه والتضامن. هذه النساء ينتمون الى مناطق عين حروده والشلالات وكذلك ببعض مناطق بجهه الدار البيضاء الكبرى. هذه السنه مميزه، هناك اربع نساء اضافه الى هذه السنه المميزه هو يعني غتأدي واحد العمرة هي الفنانة القديرة سعاد الوزداني المعروفة بالدوحة اللي تاهي تحت لها الفرصة باش هي تستافد واحد العمرة، ولأنها كانت هي متابرة مع الجمعية كانت دائما كتحضر هذه مدة أكثر من 10 سنوات في جميع الأنشطة ديال الجمعية سواء الأنشطة الاجتماعية والبيئية والثقافية إضافة إلى القوافل، وكانت دائما متطوعة واضطرت الجمعية باش تهدي لها واحد العمرة اللي تستحق إضافة إلى النساء المعوزات اللي كينتمو الى عائلة فقيرة اللي عندهم ما عندهمش واحد الامكانيات مادية، حاولنا باش نساعدوهم تا هما النساء وكنتمو الى الملتقى ديالنا عين حرودة والشلالات، وحنا فخورين باش نفرحوهم ونفرحو حتى العائلة ديالهم. نتمنوا ان شاء الله هاد العمرة يدوها باحسن الاحوال ويدوا المناسك ديالهم وبالدعوات ان شاء الله لينا ولجميع المغاربة ديالنا وجميع الناس ديال عين حرودة والشلالات. حنا دائما فرحانين، هذا العام تأثرنا بزاف كما كتشوفوا في بعض المدابر، لان كما كتشوفوا عندنا سعاد الوزداني كنا حاولنا نقدموا له داك بطاقه العمره، ولكن تفاجئنا بداك السكن اللي كتسكن فيه للاسف تاسفنا بزاف كفنانه كتعيش داك الظروف مزريه، وحنا اكثر من 10 سنوات ما كناش كنتعرفوا
على المنزل ديالها، ولكن تاثرنا بزاف وكيما كلشي المغاربه تاثروا. كنتمنوا ان شاء الله يكون عندها شي منزل، هادشي اللي كنتمنوا دابا المبتغى ديالنا بعد العوده ان شاء الله يكون عندها واحد المنزل وتستافد وتعيش باقي حياتها في ذاك المنزل، لانها كتعيش ظروف قاسيه. وكنشكر جميع من ساهم في هذه الرحله ديال العمره، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله السنه المقبله يكون اكثر من هذا العدد، وحنا نلقينا اكثر اللي ساعدنا نرسلوا نساء اخريات ان شاء الله.